راح نبدي مشوارنا من ديالة. يعني نعرف بالآونة الأخيرة هناك تزايد لأعداد التوائم، ولادة التوائم، والحمد لله أنه أغلبهم يكونون بصحة جيدة. في ديالة شهدت هذه الأيام ولادة سيدة ولدت 4 توائم، 2 ذكور و2 بنات، وجميعهم الحمد لله بصحة جيدة وغير ملتصقين، وهذا أهم ما في الموضوع، ما رح يعانون كما شفنا بالحالة اللي اجت لنا من كركوك. نروح نشوف مستشفى البتول كيف استقبلت هذه السيدة وكيف تمت الولادة، ونشوف التوائم ونشوف السيدة، وأهم شيء الحمد لله على سلامتها وسلامة أطفالها. دكتور، نريد تعطينا فكرة عن التوائم الأربعة، شلون كانت حالتهم، شلون استقبلتوهم، وشلون يعني شفتوا وضعيتهم يعني نقول الصحية. طبعا حصلت ولادة قيصرية، توأم رباعي، 2 ذكور و2 أناث في مستشفى البتول. هؤلاء تم استقبالهم في ردهة الخدج. كانت عملية الإنعاش في داخل صالة العمليات سلسة وبدون أي مشاكل، وبعد عملية الإنعاش تم تحويلهم إلى ردهة حديثي الولادة في المستشفى، وتم متابعتهم من قبل أطباء اختصاصيين ومن قبل الكوادر الصحية، والحمد لله لم تحصل أي عوارض أو أي مشاكل لحد الآن. هم في صحة جيدة ونحن مستمرين على متابعتهم بصورة دقيقة لحين إكمال كافة الإجراءات الفحوصات، ولأن إلى أن نتأكد أنه لا توجد أي مشاكل صحية أخرى لنتمكن من إخراجهم. كانت أوزانهم تتراوح بين 1.5 إلى 1.5 كيلو، وكانت بصورة عامة صحتهم جيدة بدون أي مشاكل. وأعتقد أنه عملية المتابعة أثناء الولادة في الرعاية الصحية الأولية كانت جيدة للحصول على هذه النتائج. طبعا هاي الحالة يعني كم حالة من هاي الحالات استقبلتوا يعني ولادات توائم؟ والله توائم 2 كثرة يعني موجودة، لكنه توأم 3 أو توأم رباعي قليلة، ونادر أنه جميع التوائم يخرجون من المستشفى بصحة جيدة. يعني يحصل وفيات 1 أو 2 في كثير من الحالات حسب أوزانهم وحسب حالتهم الصحية وحسب الإنعاش، يعني طريقة إنعاشهم ووجود مضاعفات أثناء الحمل أو لا، هذه تعتمد كل حالة على حدة يعني. لكن الحمد لله في هذه الحالة جميعهم بصحة جيدة وممتازين، يعني صحتهم الآن جيدة جدا، لا توجد أي مشاكل. الأم ظهر بوضعية جيدة وهي متابعة من قبل الطبيبة النسائية الأخصائية النسائية، وكما أشرت أنه أعتقد أن المتابعة كانت دقيقة وجيدة جدا للحصول على هذه النتائج. الحمد لله والشكر، تمت الولادة 4 توائم في مستشفى البتول التعليمي، والتوائم صحة جيدة والحمد لله والشكر. وبصراحة كانت العناية جيدة هنا بالمستشفى وما قصروا ويانا، بدءا من دكتورة دنيا اللي هي كانت مشرفة على العملية، وكذلك دكتور أحمد ماجد، دكتور السونار، أيضا دكتور شاكر، هم يعني دكتور الأطفال، يعني ما قصروا ويانا، والكادر الطبي الآخر أيضا ما قصروا. الحمد لله يعني كانت اكو عنايه واكو استقبال كان لكم، فشيء مميز. الحمد لله كان شيء مميز، يعني باعتبار يعني حاله يعني نوعا ما استثنائيه او خاصه. يعني شلون حسيتوا بين هم توائمكم 4؟ والله من قبل ايش قد يعني تقريبا يعني نصف الحمل او بدايه الحمل، يعني بعد ما يعني بالسونار اكتشفنا انه هناك 4 توائم. راجعتني المريضه هدى صالح وهي حامل بالشهر 3 بعيادتي الخاصة، وتمت متابعتها وكانت حامل توأم رباعي،
وكانت متابعة يعني مستمرة وشهرية وأحيانا أسبوعية حسب الحالة الصحية لها، وكانت لديها تقلصات رحمية يعني متكررة، أدخلت أكثر من مرة إلى المستشفى، مستشفى البتول التعليمي، وتم أعطاها إجازات مرضية من أجل يعني حتى ترتاح يعني، وتم أيضا أعطاها أدوية مضادة للتقلصات الرحمية لمنع حدوث الولادة المبكرة، لأنها حامل في توأم رباعي واحتمالات الولادة المبكرة واردة جدا. فإلى أن استطعنا يعني إيصال الحمل تقريبا إلى نهاية الشهر الثامن وبداية التاسع. هي يوم 3/5 راجعتنا إلى مستشفى البتول التابع لدائرة صحة ديالة، بعد إجراء الفحوصات لها وجد أن هي حامل بأربع توأم. دكتورة دنيا أجرت لها الفحوصات، رأسا دخلتها إلى الجناح الخاص بمستشفى البتول التعليمي وكادر طبي متكامل، دخلوها عمليات، بعد إجراء العمليات ولدت الأربعة بصحة جيدة، بقت 3 أيام تحت العناية المركزة في دائرة صحة في مستشفى البتول التعليمي التابع لدائرة صحة ديالة، ومن ثم خرجت والحمد لله الأطفال بصحة جيدة. تعبانين مبينين. نعم. نريد نعرف شلون تعرف انت اسمهم، شلون تعرفهم يعني انت والله بصراحه يعني من خلال ملاحظتنا لهم، فبدينا بالبدايه ما كنا نميز بيناتهم، بس بعدين لا والله قمنا نميز بيناتهم. نعم. يعني هذا ولد رامي. نعم. هذا رامي. نعم. هاي بنيه لانا. نعم. اي هذا ولد سامر، وهاي بنيه لارا، هاي اخر وحده. نعم. والله زين انتم بالحالة يعني مثلا اذا انت ما موجود يعني زوجتك او زوجتك موجود الحجية يمكن. إيه. والدتك او والدة زوجتك. إيه. شلون راح يعني تكتبون اسمائهم انتم على هذا حتى تميزوهم؟ والله بالبداية كتبنا هيك احرف على الملابس مالتهم، بس بعدين يعني قمنا نميز بيناتهم يعني خاصة هاي البنية لانا يعني جدتي تعبانة بالبداية. اي لان يعني كان هو الضغط هذا، كان ضغط الاطفال ثلاثتهم عليها صاير. هسه احنا عندنا البنت لانا وبعدين الثانيه، وهذه لارا، هاي اول وحده. اي اول وحده لارا.